هذا كان إنجاز كبير منذ الأربع شهور وفترة. هذا اللقاء الأول بين وحدة النوع الاجتماعي وبين هذه الجمعية، وأنا بتوقع أنه يعني يكون في إمكانية للتجاوب مع تطلعات الأسيرات، وأصلاً يعني قسم من الأسيرات هذول استفاد بشكل أو بآخر من هذه الوزارة، أو مش قسم، معظمهم استفاد من الوزارة بخصوص مستحقاتهم. قسم منهم بياخذوا من عندنا رواتب سلاف، قسم يعني موظفات، قسم يعني إن شاء الله يعني إحنا بنتطلع لدمج هؤلاء الأسيرات المحررات ضمن وزارة شؤون الأسرى والوزارات الأخرى ضمن السلطة الوطنية الفلسطينية. أيضاً محاولة البحث عن فرص عمل لهم في المؤسسات الأخرى، محاولة أيضا تدريبهم وتأهيلهم حتى يصبحوا أعضاء نافعين وقادرين على أداء دورهم في هذا المجتمع. هذا اجتماع للأسيرات المحررات الموجودات من داخل جنين، من داخل نابلس، من داخل طول كرم، إدماج الأسيرات بين المجتمع، مطالبة بمستحقاتهم. إحنا طلعنا من السجن كنا موهومين إنه راح نلاقي أدرها كتير مفتوحة لإلنا وأماكن كتير مفتوحة لإلنا. طلعنا من السجن لقينا هذا الحلم كلياته وهم. لجأنا لأماكن كتيرة، من مكتب الوزراء، من رئيس الوزراء، من الرئيس، من الجميع، الكل وعدونا، وإحنا أصبحنا ما بتعنينا هاي الوعودات. إحنا بدنا إشي على أرض الواقع. كانت موجودة الأخت جلوة، موجودة من وزارة الأسرة، على أساس إنها تعمل إشي للأسيرات بالتنسيق مع جمعيات، وإن شاء الله بتمنى رب العالمين إنه هذا الإشي يصير على أساس الأسرة والأسير، خصوصا الأسيرات كلهم وجود في المجتمع. أهداف هذا اللقاء هو من ضمن خطتنا الاستراتيجية لوزارة شؤون الأسرة والمحررين. هو طبعا الهدف الأساسي عمل مجموعات بؤرية للأسيرات المحررات في جميع أنحاء الوطن، وذلك لمساعدتهم في إيجاد فرص عمل، في تدريبات، ودمجهم في المجتمع الفلسطيني، إضافة إلى أن احنا معنيين لأنهم يشاركونا في صنع القرار. أنا اليوم في هذا بشارك أخواتي الأسيرات المحررات، فبنطالب بحقوق إلنا للأسرة كمان، ما بننساهم. طبعا بنناشد السلطة الوطنية الفلسطينية، بالضغط على دولة إسرائيل أنه يكون على سلم رأس الأولويات الإفراج عن جميع الأسرة والأسيرات بغض النظر عن الفصيل أو الحكم. وطبعا أهم شيء يهتموا بقضية الأسيرات، في منهم أحكام عالية، في منهم أمهات. كمان بدي أحكي بالنسبة للأسيرات المحررات والأسرى المحررين، طبعا في نسبة كبيرة عاطلة عن العمل، وبناشدهم أنهم يهتموا بقضيتنا. وإحنا طبعا بدأنا بمجهود ذاتي منا أنه إحنا نعمل رابطة بغض النظر عن الفصيل، ونكون مجموعة من الأسيرات المحررات في جمعية رابطة الأسيرات التعاونية في رام الله. وشكرا لكم.